أهلا بكم في موجز جديد من هاشتاغ الآن، حيث نستعرض أحدث وأكثر ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. البداية من الكويت، حيث لا يزال اسم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي يسيطر على ساحة التواصل في المنطقة العربية من الأمس بعد هجومه الشديد على الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في روسيا، ونعته بممثل الاحتلال وقتلة الأطفال ومرتكبي جرائم إرهاب الدولة. ويحافظ هاشتاغ مرزوق الغانم على صدارة الأكثر تداولا على تويتر في بعض الدول العربية ومنها قطر والأردن حتى الآن، بعد أن وصل إلى صدارة الأكثر تداولا على مستوى العالم مساء أمس. كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي والتي لم تتجاوز 45 ثانية والتي هاجم فيها وفد الاحتلال حظت بحضور واسع على المنصات الاجتماعية وسط حالة من الاحتفاء الكبير بموقف الغانم. دعونا نتابع المقطع والذي تفاعل معه مئات الآلاف من المستخدمين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع. الرئيس في 45 ثانية، أولا أشكر اللجنة على تقريرها المحايد، ثانياً ما ذكره ممثل هذا البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة. هذا ما يمثله هذا الغاصب، وأنا أقول له في هذه الثواني ينطبق عليه المثل المعروف عالمياً: إن لم تستح فافعل ما شئت، عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة بالعالم. اخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة. يا محتل، يا قتلة الأطفال. إذن أعلنت الحكومة الإسبانية المضي قدماً في إجراءات تعليق الحكم الذاتي في إقليم كاتالونيا بعد انتهاء المهلة التي منحتها لقادة الإقليم صباح اليوم للتراجع عن الانفصال وإلغاء الاستفتاء الذي أقيم في الأول من أكتوبر الجاري. وقررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني والذي يوقف سلطة الحكومة المحلية الخاصة بالإقليم ويخضع الإقليم مباشرة إلى سلطة مدريد. من جانبه أعلن رئيس إقليم كاتالونيا أن الإقليم سيعلن الاستقلال بشكل كامل عن إسبانيا إذا استمرت حكومة مدريد في تهديداتها بتعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا. وتعليقا على هذه التطورات، غرد أحمد على تويتر قائلا: قضية انفصال كاتالونيا تتجه لتصعيد خطير بعد انقضاء مهلة الحكومة المركزية للحكومة المحلية. أيضا حساب آخر كتب قائلا: مدريد على غرار بغداد، تهدد برشلونة بالشلل التام في حال أعلنت الاستقلال. حساب آخر كتب أيضا: أتمنى من كل قلبي انفصال إقليم كاتالونيا، تاريخ الكاتالونيين من الظلم أن يكون تحت ظل الإسبان. أيضا حساب باسم خزينة الكرة ينقل على لسان رئيس رابطة الليغا قوله: أجلنا عملية بيع حقوق نقل الليغا حول العالم لعدة أسابيع والسبب الوضع الراهن بخصوص انفصال كاتالونيا. وأخيرا مع تغريدة من سالي حسام كتبت: إسبانيا تتصرف وكأنها طلبت كاتالونيا في بيت الطاعة. إلى مصر، حيث قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم إحالة الطعن المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح إلى الحكم الصادر بسجنه لمدة 5 سنوات وغرامة تقدر ب100,000 جنيه إلى دائرة أخرى لنظره بجلسة 8 نوفمبر المقبل، وذلك في قضية أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى والتي جرت في 26 نوفمبر 2013. وحظت قضية علاء عبد الفتاح باهتمام كبير على مواقع التواصل في مصر بعد أن أطلق نشطاء حملة تدوين للمطالبة بإطلاق سراحه. فعلى فيسبوك دون وليد السيد على سبيل المثال: تأجيل جلسة الجدع علاء عبد الفتاح ليوم 8 نوفمبر، القاضي استشعر الحرج. محرج من إيه يا حبيبي؟ ولا جالك تليفون قال لك تبقى محرج على هاشتاغ الحكم
بعد المكالمة. أيضا الصحفي عبد المنعم محمود كتب في بوست على فيسبوك: علاء عبد الفتاح الفجلنا. ناس كتير هتسأل ليه وش معنى علاء عبد الفتاح اللي تعملوا معاه كل ده. هو ذات السؤال اللي بنسأله لكل الأنظمة اللي حبسوا علاء. إيش معنى هو اللي بيتسجن في كل عهود السلطات المختلفة؟ علاء واحد من رواد جيلنا اللي زقنا نحو التعبير عبر المدونات اللي كسرت تابوهات الصحافة من 2004. علاء عاصفة حرية بيضخ فيك مشاعر إيجابية وقوة دعم خارقة. علاء ما ينفعش يكون مكانه السجن. على هاشتاج الحرية لعلاء عبد الفتاح، وهو ذات الهاشتاج الذي غرد عليه الكثيرون عبر تويتر. سوسن كتبت: على سبيل المثال، هو أنا ممكن أفهم إيه من تأجيل جلسة نقض على عبد الفتاح ليوم 8 نوفمبر لاستشعار الدائرة الحرج، غير إنها غلاسة وزيادة تعذيب لعلاء وأهله وبس. أيضا جمال عيد كتب قائلا: هذه الصورة عمرها 12 سنة باليوم مظاهرة ضد داخلية حبيب العادلي يوم 8/10/2005. العادلي طلع لص وقدر يهرب، وعلاء اللي الظاهر ضده سجين. حاتم العسكري في تغريدة أخرى كتب قائلا: إحالة طعن علاء عبد الفتاح إلى دائرة أخرى بالنقض بجلسة 8/10 لاستشعار الحرج من نظر القضية، عليه العوض في قضائك يا مصر. وأخيرا مع تغريدة من حساب باسم على ما تفرج الذي كتب قائلا: أنا مش مندهش، واضح أن علاء عبد الفتاح قوي جدا لدرجة أنهم خايفين يخرجوه بعد السنين دي كلها. وبهذا ينتهي موجز هاشتاج الآن. إلى اللقاء.